مشاهدينا أهلا بكم إلى نشرة المنتصف مباشرة من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز العناوين. في الجزائر استمرار أعمال الندوة الثامنة رفعت المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا. جولة خليجية للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون واتفاقيات عسكرية واقتصادية مرتقبة. تهديدات إسرائيلية بتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران واستمرار محادثات فيينا حول النووي الإيراني. وفي الاقتصاد، دول أوبيك بلس تتفق على زيادة إنتاجها مطلع العام المقبل. أهلا بكم من جديد. تتواصل لليوم الثاني على التوالي بولاية وهران غرب الجزائر أعمال الندوة الثامنة رفعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، ويبحث المشاركون على مدار 3 أيام في هذه الندوة التي تعرف مشاركة مسؤولين رافعين في الاتحاد الإفريقي عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية. هذا وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة أن الندوة الثامنة لمجلس السلم والأمن المنعقدة بالجزائر تهدف إلى أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد في مجلس الأمن لتكون قادرة على التأثير على قرارات هذه الهيئة الأممية أو أي هيئة أخرى. موضوع هذه الندوة يضمن الدعم اللازم للأعضاء في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وهو موضوع هام وواضح ويترجم مساعينا لمضاعفة المجهودات لجعل صوت إفريقيا أقوى على المستوى الدولي وللتأكيد على أن مجهوداتها تحظى بالتقدير، كما أن اهتمامها الأول النجاح الاستراتيجي. وفي هذا السياق أنا سعيد بالتنويه أن التزامنا الجماعي بدأ يعطي ثمارة. إذن إلى الشأنية التونسي، حيث دعا رئيس تونسي قيس سعيد ممثلي القضاء إلى تطهير القضاء. وقال سعيد خلال كلمة له في اجتماع لمجلس الوزراء إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب، مشددا على مواصلة تحمل المسؤولية في وقت تمر فيه البلاد بظرف صعب. تورط قضاة تونس في قضايا فساد صعد من دعوات إصلاح هذا القطاع الحساس في الآونة الأخيرة لتطهيره وتحصينه من التجاوزات، خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد، وهو ما دفع بالرئيس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء للدعوة إلى تطهير سلك القضاء. الشعب التونسي يريد تطهير البلاد. تطهير البلاد. وسنطهر بحول الله البلاد، وأيضا سأدعو ممثلي القضاة على ضرورة تطهير القضاء. لا مجال للتفريط بتونس واختيارات شعبها التي عبر عنها بكل وضوح، ولا رجوع إلى الوراء. بهذه العبارات شدد قيس سعيد على تحمله المسؤولية في تسيير بلاده بكل أمانة في وقت تمر فيه تونس بمرحلة صعبة، كما أكد أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن إجراءات ينتظرها التونسيون. الرئيس قيس سعيد أعلن خلال مجلس الوزراء أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن إجراءات جد مهمة. أعتقد هذه الإجراءات ستكون أولا وقبل كل شيء المنحة الذي طالما تكلم عنه الرئيس قيس سعيد، وهو محاربة الفساد. وأعتقد المرسوم الذي يجهزه الرئيس قيس سعيد بما يخص الصلح الجزائي أن يدخل هذه الأموال في إعادة البناء. في الأثناء يواصل سعيد تصدر استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة بدون منازع. وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة أمرود كونسلتينج في نوفمبر الماضي، وذلك بعد حصوله على نسبة 79% من نوايا التصويت.
إذن مشاهدينا، نعود إلى برنامج اليوم الثاني للندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي تجرى فعاليتها بوهران. ليلتحق بنا الزميل فاهم بو عبد الله. صباح الخير فاهم. صباح الخير. أهلا وسهلا. إذن فاهم، بداية ضعنا في صورة برنامج اليوم الثاني للندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا. نعم 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 زميلتي، أجدد التحية لك ولكافة مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن تغطيتنا ما زالت مستمرة من هنا من عاصمة الغرب الجزائري وهران للندوة رفيعة المستوى لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول العديد من التحديات والكثير من الملفات التي تهم القارة الإفريقية. زميلتي، فقط أن نذكر مشاهدينا الكرام بالبرنامج المسطر للحضور من مسؤولين ووفود كذلك مشاركة. لا بأس أن نذكر ببرنامج المسطر لهذا اليوم. قبل قليل خرج الوزراء والوفود المشاركة من اجتماعات مغلقة كانت اليوم مخصصة لمواجهة أو آليات الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية لمواجهة ظاهرة الإرهاب أو التهديدات الإرهابية التي تهدد كل الدول الإفريقية، إضافة كذلك إلى صورة جماعية أخذها المشاركون في هذه الندوة رفيعة المستوى مباشرة بعد انتهاء الاجتماعات المغلقة، على أن تليها كذلك ندوات صحفية ينشطها خبراء في السياسة الدولية وفي شأن الإقليم والإفريقي، كذلك على أن تكون هناك اجتماعات مغلقة ثانية أو جلسة مغلقة ثانية في المساء ستخصص كذلك لوضع آليات أو توحيد الرؤى وتكثيف الجهود الدول الإفريقية لدعم ممثلين الدول الإفريقية في الهياكل ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها الممثلين الثلاثة الجدد في مجلس الأمن الأممي. هذا مجمل ما في البرنامج أو في برنامج اليوم الثاني من الندوة رفيعة المستوى لمجلس السلم والأمن فقط للاتحاد. سؤال آخر، ماذا عن كواليس الاجتماعات والجلسات المغلقة؟ ما الذي تمخض عنها أساساً؟ نعم نعم زميلتي، أبرز ما تم التوصل إليه خاصة في جلسات يوم أمس هو أن هذه الندوة رفيعة المستوى هي مهمة بالنسبة للاتحاد الإفريقي، وسيتم رفع كل التوصيات والبنود الختامية والبيانات الختامية إلى القمة، قمة رؤساء الدول المزمع عقدها في القريب في شهر فيفري لرؤساء الدول الاتحاد الإفريقي، وكذلك اتفاق بين الوفود المشاركة كما قلت سابقا على إيصال صوت إفريقيا، صوت الدول الإفريقية في المؤسسات الأممية وخاصة على رأسها مؤسسة مجلس الأمن الأممي. هذه هي مجمل التوصيات التي تمخضت عن اليوم الأول. ننتظر كذلك اليوم الثاني، ستكون فيه توصيات أخرى سيخرج بها اليوم الثاني من الاجتماع أو من الندوة رفيعة المستوى التابعة لمجلس السلم والأمن الاتحاد الإفريقي. إليك زميلتي. شكرا لك زميل فهم بو عبد الله، موفدنا لتغطية أشغال الندوة الثامنة رفيعة المستوى. شكرا. حول الأمن والسلم والأمن في إفريقيا من وهران، شكرا لك. في خبر آخر، قالت صحيفة صباح التركية الجمعة إن النيابة طالبت بالحكم بالسجن من 15 إلى 20 عاما على المعتقلين بتهمة الحصول على معلومات سرية لأغراض التجسس السياسي والعسكري لصالح الموساد الإسرائيلية. الصحيفة قالت إن المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول وافقت الخميس على لائحة الاتهام بعد أن أنهت النيابة العامة التركية تحقيقاتها بشأن خلية الموساد التي ضبطتها الاستخبارات التركية أكتوبر الماضي، والتي تتكون من 15 شخصا، فيما من المقرر عقد الجلسة الأولى للقضية في 8 فيفري القادم.
كشفت وسائل اعلام للاحتلال الاسرائيلي الخميس عن تمكن وحده الامن السبراني التابعه لحركه حماس من اختراق مجموعات اخباريه اسرائيليه تضم عددا من عناصر الجيش والمنظومه الامنيه. وقالت قناه كان الرسميه للكيان الاسرائيلي في تقرير متلفز ان حركه حماس اخترقت مجموعات اخباريه اسرائيليه عبر تطبيق واتساب تضم عناصر من الجيش والمنظومه الامنيه، وباشرت بارسال عناوين بعض الأخبار للحصول على تفاصيل ومعلومات أكثر عنها في سبيل استخدامها لخدمة أهدافها ضد الاحتلال. تتواصل جلسات الجولة السابعة من مفاوضات أحياء الاتفاق النووي الإيراني وسط ضغوط مسؤولين من دولة الاحتلال الإسرائيلية عن استعدادهم للتحرك عسكريا ضد طهران بسبب برنامجها النووي. بعين الحذر والريبة تتابع دولة الاحتلال الصهيوني مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني، فيما تسعى الأطراف للوصول إلى توافق مع طهران لتفعيل الاتفاق الموقع معها لعام 2015. تلوح إسرائيل بالخيارات العسكرية ضد إيران تعبيرا عن القلق من المسار بل ورفضه جملة وتفصيلا أملا في إفشاله. من ذلك حثها الولايات المتحدة الأمريكية على حشد قواتها العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط واتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد طهران، معتبرة أن ما تمارسه إيران ابتزاز نووي حسبها وهو مجرد تكتيك لإحياء الاتفاق النووي. رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت دعا الإدارة الأمريكية إلى الوقف الفوري لهذه المفاوضات، بينما لم يستبعد وزير دفاعه بيني غانتس خيار استخدام القوة العسكرية ضد طهران. تصريحات تعبر عن هواجس الكيان الصهيوني من اتفاق سيء حسبه قد تتوصل إليه الأطراف في فيينا، خشية أن تصبح طهران قريبة من العتبة النووية التي تؤهلها لإنتاج القنبلة الذرية من وجهة نظر الكيان. لكن واشنطن لا ترى في الموقف الإسرائيلي حلاً، إذ تتمسك بالخيار الدبلوماسي مع إيران بخصوص ملفها النووي. سيناريوهات عدة يطرحها الكيان الصهيوني للتعامل مع عدوه اللدود إيران، لكنه يتوجس خفية من أن توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية لن يجر فقط ضربة مضادة من جانب طهران، بل سيفتح صراعات متعددة الجبهات لقوى حليفة لها في المنطقة. لإضاءة أكبر حول الموضوع يلتحق بنا عبر سكايب الدبلوماسي الإيراني الدكتور سيد هادي سيد أفقهي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله. مرحبا. إذن بداية، كيف تقرؤون التهديدات الإسرائيلية بشن هجمة عسكرية على إيران بسبب برنامجها النووي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة عودتنا إسرائيل أنه كلما اقتربت المفاوضات من انفراج أو حل أو تفاهمات أولية تصعد من وتيرة تصريحاتها، سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري. ولكن إذا كانت هناك حقيقة إرادة أمريكية لحل مشكلة الملف النووي وأهمها رفع العقوبات ورجوع أمريكا إلى طاولة المفاوضات، فلا تكترث كثيرا أمريكا ولا مصالحها بهذه التهديدات كما حصل في زمن أوباما عندما أراد أن يوقع على هذا الاتفاق. كانت هناك محاولات خليجية وتفاهمات مع العدو الإسرائيلي من منع الوصول على إلى هذا الاتفاق والتوقيع على هذا الاتفاق الذي أبرم عام 2015. واليوم تتوجس كما جاء في تقريركم إسرائيل من أنه ربما تحصل بعض التفاهمات أو بعض التنازلات من طرف أمريكا، وهذا يقض مضاجع العدو الصهيوني. ولكن في الحقيقة إيران لا تقبل برفع عقوبات جزئية كما كان عنوانها العريض قبل أن تدخل إلى الجولة السابعة في فيينا. أعلنت من أن بما أن أمريكا هي التي خرجت من الاتفاق، مزقت الاتفاق وفرضت عقوبات جائرة سمتها بعقوبات الحد الأقصى، فعلى أمريكا أن ترجع لطاولة المفاوضات بعد أن ترفع العقوبات، تتأكد إيران من رفع العقوبات عمليا، وتضمن أمريكا
بعد التوقيع على أي اتفاق جديد أو تعديل لهذا الاتفاق الذي أبرم عام 2015 سيدتي، أنه تقدم ضمانات من عدم الخروج مرة أخرى، عدم تمزيق الاتفاق وعدم فرض عقوبات سواء كان في زمن السيد بايدن أو من سيخلفه إن كان من الفسطاط الجمهوري أو من الفسطاط الديمقراطي. طيب دكتور أفقهي، هل تظنون أنه عمليا إسرائيل تمتلك القوة الكافية لتنفيذ وعيدها؟ يعني إذا أرادت أن تباد إسرائيل وتمحى من الوجود تستطيع أن ترتكب هذه الحماقة. وقبل نفتالي بنت رئيس الوزراء المراهق السياسي هدد نتنياهو بهذه التهديدات من أنه سنشن هجوما على المنشآت النووية ونمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أولا سيدتي، أعلن أكثر من مرة سماحة السيد القائد الخامنئي من أنه نحن شرعا نحرم امتلاك أي أسلحة دمار شامل سواء كانت نووية أو بيولوجية أو إشعاعية وما إلى ذلك. الموضوع الثاني، إذا أردنا أن نمتلك سلاح نووي لا أحد يستطيع أن يمنعنا، لأن العدو الصهيوني هو لا ينخرط في التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، هذا أولا. وثانيا هو يمتلك سلاح نووي، كيف يحرم على غيره الاستفادة من هذا هذه التقنية النظيفة للأغراض السلمية؟ ثالثا إذا أرادت حقيقة إسرائيل أن ترتكب هذه الحماقة، قال سماحة السيد أنه لن يبقى أثر لا لتل أبيب ولا لحيفا، وهذه أبسط ما يمكن أن تقوم به إيران فضلا عن أصدقائها وحلفائها فيما يتعلق بمحور المقاومة. دكتور أفقهي، أي انعكاسات محتملة للتهديدات الإسرائيلية هاته على محادثات فيينا حول النووي الإيراني؟ هذا يرتبط بالإرادة الأمريكية سيدتي. إذا كان حقيقة هناك نية لحل هذا الموضوع لا تهتم أمريكا ولا تتأثر أوروبا بهذه التهديدات، ولكن هنا لفتة ذكية يجب أن يعني لا نتجاوزها، يجب أن نقف عندها. هل حقيقة تزامنا مع بدء الجولة السابعة من المفاوضات في فيينا وهذا التصعيد في اللهجة الإسرائيلية بالخيار العسكري، وكذلك لا يخفى علينا كذلك ماكنزي قائد قوات المنطقة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط قال نحن يعني ننتظر أي إشارة من القيادة العليا لكي نشن هجوما عسكريا على إيران. هذا التهويل هو لتخويف إيران عسى ولعل أن تتنازل على طاولة المفاوضات وتعطي ما تريدها أمريكا زورا وعدوانا. هذا لا يمكن أن تتنازل عنه إيران. إيران طبقت هذا الاتفاق، بنود الاتفاق عملين على الأرض سيدتي، وكان من المفترض أمريكا وشركائها الأوروبيين بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يطبقوا ويلتزموا بتعهداتهم، هم الذين تنصلوا واليوم مهددون بالخيار العسكري. طيب. إذن حقيقة هذا الدور هذا الدور تلعبه إسرائيل لكي تضغط علينا أمريكا من أنه أنا مضغوطة من قبل إسرائيل ولا أستطيع أن أعطيكم كل ما تريدون. طيب. هذه في الحقيقة لعب الدور الشرطي السيء والشرطي الجيد. دكتور أفقهي، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، شكرا. إذن يبدأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون جولة خليجية اليوم يستهلها بالإمارات ويزور خلالها المملكة العربية السعودية وقطر، ومن المرجح أن يتمخض عن الزيارة الإعلان عن عدد من العقود مع شركات فرنسية، وستركز هذه الجولة الخليجية على مواضيع عدة أبرزها أزمة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والملفين اللبناني والليبي. زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لثلاث دول خليجية لن تكون على ما يبدو جولة تقليدية الهدف منها توطيد علاقة فرنسا بدول تربطها أساسا بباريس علاقات قوية في مختلف القطاعات، بين السعي لإعادة التموضع السياسي والاستراتيجي لفرنسا من جهة ومحاولة توطيد العلاقات الاقتصادية من جهة أخرى. تتأرجح الأهداف بشأن زيارة ماكرون لكل من الإمارات وقطر والسعودية. بحسب مراقبين، يسعى ماكرون من خلال جولته التي تبدأ اليوم للتسويق للتصور الفرنسي لملفات الأزمات التي تعيشها المنطقة، ولعل من بينها قضية الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في فيينا وكذا العقوبات الأمريكية على إيران. الثابت في الزيارة التي تقود الرئيس الفرنسي إلى الخليج هو الجانب العسكري والأمني في صورة اصطحاب ماكرون وزيرة الجيوش فلورانس بارلي معه، وسط حديث عن إمضاء صفقات بيع أسلحة وطائرات حربية مثل الرافال ومعدات عسكرية متطورة خاصة للسعودية والإمارات رغم المنافسة الأمريكية الكبيرة في هذه السوق.
الأزمة اللبنانية مع الخليج إحدى محاور زيارة ماكرون الذي يسعى بحسب متابعين للضغط على السعودية من أجل حل هذه الأزمة التي زادت في تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان، خاصة بعد قطع المعونات السعودية للحكومة اللبنانية. في الجانب الاقتصادي تأتي أهمية جولة ماكرون في دفع الاقتصاد الفرنسي وإعطائه جرعة قوية في الاتفاقيات التي ستوقع، خاصة في ظل الركود الذي شهدته فرنسا جراء أزمة كورونا. ورغم أن فرنسا لا تملك واقعيا الإمكانيات الضخمة التي تملكها الولايات المتحدة أو الصين للدخول كشريك استراتيجي وأساسي لدول الخليج العربي، فإنها ستسعى بحسب محللين للتعويض عن بعض الخسائر في المناطق الأخرى عن طريق علاقتها المميزة مع الإمارات. وهذا ما كان واضحا للعيان من خلال الحضور القوي للشركات والمؤسسات الفرنسية في معرض إكسبو دبي الأخير. قدم قبل قليل وزير الأعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من على وزارة الاتصال، وكان قد صرح في وقت سابق لقناة أم تي في اللبنانية أنه يريد من خلال هذه الاستقالة أن يفتح بابا من أجل تسهيل حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية، وسط استفهامات حول ما إذا كانت هذه الاستقالة ستنهي الأزمة الراهنة مع دول الخليج. بعد شد وجذب يعلن اليوم وزير الإعلام اللبناني استقالته لإنهاء الأزمة اللبنانية المعروفة بأزمة جورج قرداحي، والتي جاءت بعد تصريحاته قبل تسلمه المنصب الوزاري وصف فيها الحرب على اليمن بالعبثية، ما أثار غضب السعودية وعددا من دول الخليج، الأمر الذي دفعها لسحب سفرائها من لبنان. خطوة تطرح تساؤلات حول إمكانية إسهام هذه الاستقالة في فض الخلاف الذي دام أكثر من شهر بين لبنان والسعودية. استقالة الوزير جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني لا يبدو أنها تنهي الأزمة مع السعودية، والأزمة السعودية لم تبدأ مع استقالة القرداحي. منذ سنوات السعودية سحبت إيداعاتها المالية من البنوك اللبنانية وتخلت عن التيار الذي كانت تدعمه في لبنان وتموله، وهو تيار المستقبل، وحصلت قطيعة بينها وبين سعد الحريري بشكل نهائي تقريبا. فالمشكلة معقدة ولا تتعلق فقط بمسألة قرداحي. أما عن تأثير استقالة وزير الإعلام اللبناني على المستوى الداخلي فلن يغير من وضع لبنان برأي مراقبين، بالنظر لكون البلد يتخبط في عديد الأزمات. بالمقابل مشكلة الحكومة اللبنانية المشلولة والتي لا تجتمع يعني منذ نحو شهرين شهر ونصف تقريبا لا تجتمع، ليست لأن يعني بسبب تصريح الوزير قرداحي، وإنما بسبب يعني قرار ابتزاز حزب الله للحكومة، والذي يفرض إقالة هذا الأهم والأخطر، إقالة المحقق العدلي في جريمة يعني تفجير مرفأ بيروت، يطلب يعني حزب الله إقالته لكي يعيد يعني الحياة إلى مجلس الوزراء وإلى العمل إلى مجلس الوزراء. استقالة جورج قرداحي وإن جاءت لمطالب داخلية وخارجية، فإنها بحسب المستقيل تهدف لإعطاء دفع إيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي في محاولته التوسط بين بيروت والرياض لاستعادة العلاقة من جديد. في الاقتصاد، اتفق وزراء تحالف أوبيك بلس على استمرار زيادة الانتاج التدريجية بمقدار 400 ألف برميل يوميا جانفي المقبل، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي في الوقت الحالي. وقرر الوزراء أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد انتظارا لمزيد من تطورات جائحة فيروس كورونا ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر. على خلاف كل التوقعات والتسريبات، تحالف أوبك بلس يثبت سياسته الإنتاجية بالاتفاق على ضخ معروض نفطي إضافي بواقع 400 ألف برميل يومياً الشهر المقبل. كما أن ظهور المتحور الجديد كذلك بعض الإجراءات لوضع الكميات واستعمال الكميات المخزون الاستراتيجي العالمي للنفط، اتضح لنا أن السوق مرنة وأساسية السوق مرنة، فلهذا كان اتفاق على مواصلة تمديد السوق بكمية إضافية في شهر
جونفي ب 400 ألف برميل في اليوم. حصة الجزائر من هذه الزيادة هي 10,000 برميل باليوم لتصل 972 ألف برميل باليوم. في قرار يبدو مفاجئا للكثير من المتابعين الذين توقعوا دقائق قبيل اجتماع كبار المنتجين بتوجه الكارتل النفطي للتخلي عن سياسته الإنتاجية تحت ضغط المتحور الجديد وضغوط كبار المستهلكين بقيادة واشنطن. غير أن التحالف النفطي فضل أن يبقي اجتماعاته مفتوحة فيما يبدو احتمال عقد اجتماع استثنائي قبل لقائه العادي المحدد في 4 جونفي المقبل، رسالة يبدي عبرها التحالف استعداده لإقرار تعديلات فورية على سياسته الإنتاجية. قررنا أننا نبقى في مراقبة السوق وإذا اقتضى الأمر نتدخل في أي لحظة لكي نرجع للسوق توازنه، ونبقى دائما في مراقبة السوق في المونيتورينج اللي رانا نعمله فيه مع كل بلدان الأوبيك والأوبيك بلس لأجل موازنة السوق في النفط. تحت شعار التريث فضل كبار منتجي النفط في العالم مواجهة مؤشرات تراجع أسواق الخام في انتظار الكشف عن تفاصيل التحقيقات الوبائية الجارية بشأن خطورة المتحور الجديد وتداعياته على الطلب العالمي. قرار زيادة الإنتاج يبدو رسالة حسن نية يطلقها التحالف في مواجهة دعوات تجنيب الاقتصاد العالمي انتكاسة جديدة في ظل التعافي الهش بعد نحو عامين من آثار أسوأ جائحة صحية تعصف بالمعمورة منذ نحو قرن. بهذا الخبر نصل مشاهدينا إلى نهاية النشرة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.